بدايتي ان انا كنت شغال مستشار تاسيس شركات في هيئه حكوميه في الامارات. فكره جات لنا ان لقينا ان الناس محتاجه اللي يساعدها ازاي ياسسوا شركات في الامارات. والموضوع مؤخرا بقى في السعوديه وفي مصر. فمن هنا جات لنا الفكره انا وشريك ليا ان احنا ناسس شركه متخصصه بكل ما هو متعلق بتاسيس الشركات وما بعد ذلك. احنا بنكاتر السيرفيس بتاعتنا او بنقدم خدماتنا لكل القطاعات وكل الاعمار وكل انواع الشركات، سواء صغيره سواء كبيره، بس معظم الشركات صغيره متوسطه. اخترنا مصر عشان مصر هي راس المثلث الذهبي. انا مصري 100%، والشركه اللي تاسسها في الامارات اللي بتساعد كل الناس هي شركه مصريه 100%. فانا والله العظيم النهارده وانا قاعد انا فخور ان انا رجعت هنا وبساعد الناس اللي عايزه تفتح اسواق جديده. كنت حاسس بالفخر وبالشرف يعني، فعشان كده اخترنا مصر، كان لازم. ولو انت فكرت كده في السيره الذاتيه لاي بزنس مان ناجح، هتلاقي في البورتفوليو ان هو عدى على مصر او عمل بزنس مع مصر او عمل استثمارات في مصر. ترويج للاستثمارات في دول المثلث الذهبي اللي هي السعوديه والامارات، والتوعيه للشباب ولاي حد بيفكر يطلع بره وعنده اسئله كتيره ليها علاقه براس المال، باجراءات التاسيس، توعية كمان، وممكن تقول دعاية للاستثمارات في مصر، لان احنا معروفين جدا جدا في الامارات والسعودية. فالايفنت ده هيشوفوا ناس كتير قوي على منصات مختلفة، هيعرفوا اهمية ان انت تتوسع في مصر وتستفيد بالعمالة اللي موجودة في مصر وازاي تكبر شغلك في مصر. انطباعاتهم في مصر، انا بصراحة مبسوط جدا من الخطوة اللي اتعملت ان انت ممكن تأسس شركتك اونلاين عن طريق البورتل اللي موجود. انا بصراحه شايف ان في تحسن عمال يحصل طول الوقت في اجراءات التاسيس، والموضوع بقى زي ما تقول كده ستريت فورورد، واضح وصريح. تخش على الويب سايت تلاقي كل الاجراءات اللي انت عايزها، فكل الفيدباكس اللي بتجيلنا كلها ايجابيه بوزيتيف. فريز اونر يعني علاقتي بيهم هي اكتر من مجرد ان هم ساعدوني ان انا ابتدي شركتي في الامارات. هم اصلا كانوا عميل عندي وانا هنا في مصر، وبعدين عرفوني على القانون في الامارات، بعدين ساعدوني، وبعدين دلوقتي بقينا شركاء اصلا في اكتر من شركه مع بعض. ففريز اونر بالنسبه لي هم ساعدوني في حاجات كتيره جدا، سواء من الناحيه القانونيه، من ناحيه الفاينانس، من ان هم ساعدوني في الانفستمنت، حاجات كتيره جدا اشتغلنا فيها مع بعض. فبالتالي احنا يعني مش بس فكره ان حد بيقدم لي خدمات. يعني انا جيت حضرت النهارده عشان انا شايف او ده بيسبورت الفيجن او الحاجه اللي انا بشتغل عليها بقالي 10 12 سنه، ان انا نفسي كل الناس ان هي تقدر تصدر خدماتها، تصدر منتجاتها للخارج. انا اخدت واي مختلف، ان انا بدل ما اصدر منتجاتي او خدماتي وانا موجود في مصر، لا، رحت الامارات والسعوديه وبدات ان انا اسوق خدماتي هناك، والتيم بتاعي موجود هنا وخدماتي بتتقدم من هنا. بدانا ان احنا نزود مبيعاتنا، بدانا ان احنا نشتغل. فانا كنت حابب ان انا اجي احكي التجربه بتاعتي في ايفنت مهم زي ده، عشان اقدر يعني اشجع او اساعد الناس ان هي ممكن تعمل نفس التجربه، وان الموضوع مش صعب، وممكن يحصل لو انت بتقدم خدمات او منتجات الكواليتي بتاعتها كويسه المختلفه، السوق فعلا هناك محتاجها بكل سهوله جدا، وتحقق برضو الفيجن اللي موجوده او اللي انت او اللي الاقتصاد او الناس محتاجاه هنا في مصر عشان ازود التوظيف. احنا في الماركت بقى لنا 10 سنين اشتغلنا مع حوالي 400 شركه. بدايتنا كان في مصر، بس لقينا ان احنا عملنا هايرنج كمان مع شركات بره مصر في حوالي 5 دول. مصر بتتميز بافضل عماله موجوده في يمكن في الوطن العربي، ومش عايز اقول لك في العالم كله. ليه؟ معظم الشركات الناشئه حاليا سواء في مصر، في الوطن العربي، في الخليج، وحتى في اوروبا، بيبصوا على المصريين، بيبصوا على المطورين المصريين، بيبصوا على الديفلوبرز. هتلاقي ان السوق الخليجي بيسحب مننا ناس كتيره جدا جدا، سواء في مجال البيزنس، معظمهم في السيلز والبيزنس ديفلوبمنت، مع كمان حته الناس المبرمجين والناس المطورين. فدي اكتر ايدج احنا بنتميز بيها، اللي هو العنصر البشري. انا شايف ان هو الوقت ده العصر الذهبي للسوق المصري. اللي يدل على كده ايه؟ مصر السوق رقم 4 في افريقيا الجاذب للاستثمار. ايفنت زي ده زي فري زونر، هو جاب لك منطقه حره، وكمان اداك ميزه زي قال لك في النهارده عرض ان انت لو سجلت شركتك هتاخد اقامه ذهبيه مدى الحياه. ده شجع المستثمرين، شجع كمان انت كمستثمر مصري هتطلع بره. فانا بعيني على السوق المصري والسوق الخليجي. نفسي الناس كلها تفتح شركات وتتوسع وتفتح اسواق جديده، واحنا تحت امر اي حد عايز يعمل كده.